ندعيك ندعيك في كل الشهور، ندعيك ندعيك في شهر رمضان، مدامك الله الغفور أدعيك وأشعر بالأمان. سبحانك المولى الشكور أسألك يا رب الجنان، مدامك الله الغفور أدعيك وأشعر بالأمان. سبحانك المولى الشكور أسألك يا رب الجنان، ندعيك في كل الشهور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، راح أتكلم في الحلقة هذه رسالة من القلب إلى القلب. لماذا نعلق الأعمال الصالحة القرآن وصلة الأرحام والزوارات بس تكون برمضان؟ بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، بئس القوم ما يعرفون دينهم ولا صلاتهم ولا ربهم ولا احترام دينهم إلا في رمضان. حتى أن بعض الناس وللأسف عند احترام الشهر يكون في نهار رمضان، إذا أفطر أفطر على الحرام، تشوفهم بالأسواق يتسكعون، تشوفهم بالأسواق يفعلون من الأمور المحرمة، بل بعضهم يسمع الغناء حتى في ليالي رمضان. ترى الليالي أعظم عند الله تعالى لأن فيها ليلة خير من ألف شهر. في نهار رمضان الكل صائم، لكن بعد غروب الشمس ففي الحالة هذه هنا يتبين الصيام عن الحرام. قلناها في حلقات ماضية، الصيام تعريفه هو امتناع عن حلال، الحلال حرام عليك، لكن مو هذا حديثنا. حديثنا اليوم راح نتكلم من القلب إلى القلب. لا نعطل أعمالنا الطيبة المباركة تكون موقوفة بس برمضان. جاء رمضان بلشنا قرآن، انتهى رمضان ما في قرآن، ما في قرآن، لا ما عندي قرآن، خلص رمضان بعد تبي نقرأ قرآن؟ يقرأ قرآن. كان السلف من قبل يقرؤون القرآن في كل 10 أيام يختم القرآن، أو في كل أسبوع عفوا، كان السلف من قبل يختم القرآن في كل أسبوع. جاء رمضان كل 3 أيام، جاءت 10 الأواخر في كل ليلة. اجتهد بالصيام الأيام البيض، 6 من شوال قلناها أيضا، فهذه دل على فعلا أن الله تعالى قبل منك الصيام. فإن علم الله منك صدق النية وطيب الطوية ووفقك للأعمال الطيبة المباركة مو بس برمضان، بغير رمضان بعد. لأن للأسف نرى بعض الناس أعماله فقط تكون طيبة في رمضان، وهذا والله للأسف يعبدون للأسف شهر رمضان المبارك، بل يعبدون الله تعالى في هذا الشهر. بعدها أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى لا تكن من هؤلاء الصنف. الوصية اللي بعدها صلة أرحامنا. إحنا الآن للأسف نشوف بعض أرحامنا بس بالعزاء بالمناسبات، غير المناسبات ليس الواصل بالمكافئ، الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. زيارة المريض والأعمال الطيبة المباركة، زور المريض لله تعالى في رمضان وغير رمضان. من زار مريضا غدوة في النهار صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، هذا أصل. فنجعل أعمالنا كلها طيبة ومتصلة. صلاتك على الجنازة أمرها عظيم. من أصبح منكم صائما قال الصديق أنا، من صلى الضحى منكم أنا، من كذا أنا، من صلى على جنازة قال أنا، ما اجتمعت في امرئ إلا ودخل الجنة. نجتهد في أعمالنا الطيبة المباركة. أيضا بر بوالدينا، وترى ما بقى لنا في الدنيا إلا بر بوالدينا. أنا أعلم أن بعضكم قد فقد أباه أو فقد أمه، فالبر لهم حتى في الدعاء لهم والاستغفار لهم. برمضان اجتهدنا بالصدقة لهم والدعاء لهم، اللهم بارك في أمور طيبة سويناها، لكن ما بعد رمضان. فلا تجعل حبل الطاعة فقط موصولا في رمضان، لا تكون ممن عبد الله تعالى في شهر رمضان المبارك فقط. رمضان شهر العبادة والصيام والقيام، والأيام الثانية الأيام الثانية يتميز أهل الحق أمثالكم اللي قبل منه رمضان فعلا اجتهد في الأعمال الطيبة المباركة الصالحة حتى يكون ممن ألف هذه الطاعة. قبل لا أختم، كلمة من القلب إلى القلب أيضا، هل أعمالك قبلت في رمضان أو لا؟ صيامك اللي صمت الآن رمضان، الشيخ لا تتشام، لا ما أنا متشام، بس أنا أقولك إياها عفوا يعني، هل ظنها مقبولة؟ ادعو الله أن الله يقبلها. السلف من قبل كان لا يحملوا هم الحسنة، يحملون هم القبول هل قبلت أو لا. فبعض الصحابة يقول والله لو أني علمت أن الله قبل مني حسنة واحدة لاتكلت عليها. عمر بن الخطاب يبكي يقول أنا من المنافقين لو شاف حال شبابنا الآن ونسائنا اللي بس برمضان تحجبت وقطت الميك أب وكذا كذا وتدينت شوي، بس برمضان ترك السجائر وترك الحرام، بعد رمضان بلش بالحرام كله. لا، أخلاقياتنا تكون معنا في رمضان وغير رمضان. أخلاقيات صيام رمضان ترى دورة،
كلنا دخلنا هذه الدورة. اللي فاز بالدورة تبين أعمانه ما بعد رمضان. الله لا بالصيام الأيام البيض، صيام الست من شوال، صيام شهر الله المحرم، صيام ذو الحجة جاي على الأبواب، وهكذا دوليك تعود على الصيام. خل رمضان هذا فرصة للتغيير، فرصة لتغييري أنا من حياتي، حتى تكون فعلا العبادة معي في رمضان وفي غير رمضان، حتى نكون ممن يعبد الله في كل السنة. اللهم اجعلنا ممن حبك وحب القرب منك يا حي يا قيوم، واجعل الأعمال بينك وبينه جل وعز، حتى تكون أعمالنا طيبة مباركة. والسلام عليكم. ندعيك في كل الشهور، ندعيك في شهر رمضان، مدامك الله الغفور أدعيك وأشعر بالأمان. سبحانك المولى الشكور أسألك يا رب الجنان، مدامك الله الغفور أدعيك وأشعر بالأمان. سبحانك المولى الشكور أسألك يا رب الجنان، ندعيك في كل الشهور.